في هذه الأحواض الصغيرة زرع عزام المرعب الطاهي المتخصص بالمطبخ الإيطالي كل ما تحتاجه أطباقه من أعشاب ومكونات نادرة. لم يلجأ عزام لهذه الخطوة إلا بعدما شعر بأن استيراد بعض الأعشاب بات مكلفا جدا وأن الزراعة المنزلية يمكن أن تكون البديل. أنا بنصحهم كتير، بنصحهم نصيحة عن جد أنه يستعملوا يزرعوا هالقصص على البلكون بالسهل محل ما عندهم محل، لأنه بيقدروا يستعملون بأسرع وقت وبيطلعوا دغري وبيهموها كتير للمطبخ لتطعيم المطبخ، وهن بيعمل اكتفاء ذاتي لليومي. حول محمد حديقة منزله إلى أرض زراعية تتنوع فيها الخضار الأساسية في الأطباق اللبنانية. ممكن الواحد يخفف شوي من اللي ممكن يشتريه من برا، ممكن يكون عنده اكتفاء ذاتي بأصناف محددة، يعني مثلا إذا واحد زرع عنده لنقول ما ضروري يكون عنده أرض، يكون عنده مثلا بلكون أو سطيحة، ممكن يزرع ثلاث أصناف، هول الثلاث أصناف أو أربع أصناف ببطل يشتريهم من السوق. بدنا نبلش نعتمد على بيوتنا وبدنا نعتمد على إنتاجنا لنقدر ناكل. أنشأ محمد وزوجته ليال مشروع سكة بهدف تشجيع الزراعة المنزلية خاصة في المدن وداخل البيوت، إضافة إلى تقديم الشتول والبذور. رح نجرب كمان نعطيهم هذا المكان هون كمان ليكون هو كمثل مختبر صار أو لاب، لأنه كيف نحن عم نزرع فيهم كمان يجوا يشوفوا، فيهم يجوا ياخدوا، فيهم يشوفوا كيف البروسس عم تصير من عنا ليقدروا يطبقوها عندهم بالبيوت. عم نجرب من نطاق ممكن كتير صغير شباك مطبخ لأنه يكون عنده شقفة أرض ورا بيته أو حتى عنده شقفة أرض صالحة للزراعة ممكن يستعملها. باتت الزراعة المنزلية فرصة لدى اللبنانيين لتوفير حاجاتهم الضرورية في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الخانقة. من إيجابيات الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون أنها فتحت المجال واسعا أمام مبادرات أهمها الزراعة المنزلية لتؤمن اكتفاء ذاتيا وسلة غذائية. سحر أرناؤوط، الحرة، صيدا، جنوب لبنان.